وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ومكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله سبحانه وتعالى ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبت إن شاء الله تعالى من الآمنين فجزك الله بالقول الثابت آمين فجزك الله بالقول الثابت فزدك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأصحاب حمدا يباهي نعمه الكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا همًا الا فرجته، ولا ذيلا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حراما الا طهرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والمغفرة والشفاعة علينا وخصوصا لنا روح أمنا عروة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثوانا ومثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم ان كان محسنا فزد من حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم كله من ضيق القبر واللحود الى ساعة جنتك جنة الخلود، وظل منضود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. اللهم اوصل الثواب ما قرانا وما تلونا وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما استغفرنا وما صلينا هديه بالغه النازله الى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولروح سيدنا ورجل ابن الموجود سيد محمد بن عبد المجيد الاخراني، ثم لارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات اينما كانوا من مشارق الارض الى مغاربها، وخصوصا لروح عمنا عريه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا والاخوه من الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا واياه الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. فدعنا كما امرتنا فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. له الفاتحه. سكن إن كان الله محتقا هذه الناس ورشاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.